لمجلس النواب عدة اختصاصات حددتها عدد من مواد الدستور المصري، وأولها هي التشريع الذي يعد أهم اختصاصاته، فلكل عضو من أعضائه اقتراح القوانين، كما تحال للمجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة. أما ثاني هذه الاختصاصات فهي إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة، حيث تعرض الحكومة مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا. الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية هو ثالث اختصاصات مجلس النواب، إعمالاً لفكرة التوازن بين السلطات، وتتمثل أساليب الرقابة المقررة للمجلس وفقاً للدستور في الاستجواب وطلب المناقشة وتقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وتشكيل اللجان الخاصة. رابع الاختصاصات هو ترشيح رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 142 من الدستور، حيث أنه ولقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية لابد وأن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، كما لا يجوز للعضو تأييد أكثر من مترشح. مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبيان الوزارة هو خامس الاختصاصات، فوفقاً للمادة 150 من الدستور يلقي رئيس الجمهورية بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. تعديل الدستور هو سادس اختصاصات مجلس النواب، فوفقاً للمادة 226 من الدستور يحق لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مع ذكر المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل في الطلب. سابع الاختصاصات هو إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ، فطبقا للدستور لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. أما ثامن تلك الاختصاصات فهو إقرار جميع المعاهدات والاتفاقات التي تقوم الحكومة بتوقيعها مع الجهات الخارجية وكافة دول العالم. من مصر، طارق أحمد. صورة جميلة الحقيقة احنا النهاردة بنشوفها، خصوصا في اليوم الثاني، وبنشوف كمان الساعات الأخيرة اللي قبل إغلاق الصناديق من مساء اليوم. كانت الصورة رائعة، المشاركة من كل الفئات الحقيقة، وحتى السادة المحافظين اللي دخلوا كل بيقول ان كان في التزام بكل القواعد، الناس المرشحين مندوبينهم، المواطنين حتى اللي داخلين يدلوا بأصواتهم، كله ملتزم بالقواعد وبالقوانين، فالحقيقة مشهد كله إيجابي. ولكن هناخد من أصحاب الرأي والمشورة والاختصاص ناخد طبعا ملاحظاتهم، فبرحب بالسيدة إزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس القومي للمرأة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. برحب كذلك بالدكتور حافظ أبو سعادة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. دكتور حافظ أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور أستاذة إزيس. يمكن في التغطية اتقابلت مع الدكتور على التليفون وتكلمنا عن متابعة الانتخابات، فيعني بعد نهاية اليوم هبدأ مع حضرتك فضل. ويعني في ختام بقى اليوم النهاردة حضرتك الصورة أخبارها إيه يعني؟ أولا لازم نبدأ في الحقيقة بأنه الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الانتخابية بكفاءة عالية جدا، وبالتالي كل المشكلات اللي كنا بنواجهها في الانتخابات اللي قبل كده داخل لجنة الانتخابات تقريبا اختفت، وبقى عندي السادة القضاء والمستشارين بيديروا العملية الانتخابية بكل شفافية، وبالتالي ما يسمى بقى البطاقة الدوارة والتسويد والتأثير على الناخبين والتزوير بشكل عام، كل دي مسائل اختفت تماما في داخل اللجان، وبالتالي الاكسسابيليتي الدخول للجنة بقى ما فيش أي قيود ولا حد بيمنع حد من الدخول إلى اللجان أو التصويت فيها أو كذا. بمعنى كل الملاحظات اللي المنظمات بتركز عليها تتعلق بمدى
حسن إدارة العملية الانتخابية وتسهيل الانتخابات للناخبين، ثم عدم تدخل الجهات الحكومية، ودي نقطة مهمة جدا طبعا. لأنه كل أشكال التدخل اللي هي بقى نقل الموظف الدولة بالأتوبيسات وإدخالهم للتصويت ومنع الناخبين من المرشحين بعينهم من الدخول وهكذا، كل ده اختفى تماما بإجراءات اللجنة المستقلة اللي هي لجنة الوطنية أو الهيئة الوطنية للانتخابات، في الحقيقة كفاءة عالية جدا. لكن ظل بقى في عندي طبعا مخالفات خارج اللجنه اللي هي اشترك فيها عدد من الاحزاب والمرشحين، اللي بقى محاوله مثلا تاثير على الناخبين، دعايه انتخابيه قدام اللجان، ده معتاده ومش هتخلص، ده الموروث وده الموروث تقديم تسهيلات مقبوله زي نقل الناخبين للتصويت وتقديم وجبه اثناء النقل وكذا، ولغايه بقى فكره المال السياسي والتاثيرات وكده، وكان في شكاوى بهذا النوع مش متاكدين منها طبعا. اللجنه نسبتها قد ايه؟ مش كبيره، مش حاجات. طب ما اقدرش اقول انها اثرت في لا لا لا, لا 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 تاثير، اصل الكلام على التاثير في العمليه الانتخابيه يتعلق باداره العمليه الانتخابيه وكل الملاحظات اللي احنا اتكلمنا عليها، انه الهيئه بتسمح للناس بالدخول، التصويت خلف ستاره او خلف التيقن من شخصيه الناخب، المنع التاثير على الناخب داخل اللجنه، عدم وجود تاثير حكومي، دي كلها المسائل زي ما اتفقنا ما حصلش، وهو ده اللي بيأثر على صحه العمليه الانتخابيه ومدى سلامتها. انما اللي بره دي ممارسات خاصه بالاشخاص ولا احد على فكره من المرشحين ما عملهاش، يعني كل حد عمل حاجه، يعني ممكن تبقى مختلفه عن التاني بس اكيد جنب شويه قدام، لانه كل حد عنده منطقته، عنده دايرته، عنده قريته، عنده ناسه، فبالتالي بيمارس ده وممكن يعمل محافظات معينه بتتميز. وبعدين ممكن النائب يعمل ايه؟ يعمل ده مع ناسه في منطقته، بعدين يروح رايح مصور المرشح التاني ويروح عاملها ماشيه على السوشيال ميديا عشان يعني يقول انه في تدخلات وهكذا. انما هي كلها صراعات مفهومة وتنافس مفهوم في حشد الناخبين والتأثير عليهم عشان يدي أصوات لزعمه. الحقيقة برضو الانتخابات دي انتخابات سخنة، عشان برضو نكون واضحين مع بعض. مجلس النواب السنة دي يعني المرة دي انتخابات سخنة، فنروح للمجلس القومي للمرأة والأستاذة إيزيس، ملاحظاتكم إيه خصوصا إن في مرأة ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، يعني برضو من يعني كل استحقاق انتخابي المرأة متواجدة بشكل كبير سواء في القوائم أو في الفردي، نازلين بشكل كبير جدا كمستقلين حتى أو حتى أحزاب. أنا قلت ما شاء الله يعني في الأول. فيعني شايفين في المجلس القومي المرأة إزاي اليومين اللي فاتوا فرص المرأة؟ يعني خليني أقول أنه بتظل المرأة تتصدر دايما يعني موقعها أمام اللجان، بداية من أول يوم صباحا يمكن قبل اللجنة ما بدأت كان في سيدات كانوا متصورين اللجنه بتبدا الساعه 8 وتكدسوا قدام اللجان الساعه 8 وفضلوا قاعدين لغايه 9. طبعا المرشحات يعني حدث ولا حرج، افتكر كل المشكلات اللي احنا يعني رصدناها فيما يتعلق بالاشتباكات امام لجان اللي كان بيقوم بيها غالبا مش من مندوبي المرشحات ولكن من مندوبي المرشحين. نوتي بويز. قليل جدا جدا الحقيقه. كفريق فريق المتابعين احنا عندنا تقريبا 2000 متابع على مستوى جميع اللجان في على مستوى الجمهوريه، وكنا بنتلقى لحظيا ايه اللي بيحصل جوه اللجان. بسلاسه شديده جدا جدا تمت العمليه الانتخابيه على مدار اليومين امس والنهارده. يعني المشكلات، او مش عايزه اقول مشكلات ولكن هي اقدر اوصفها بانها ملاحظات تمت امام اللجان، كان في تكدس في مرحله من المراحل خاصه في مرحله ما بعد الظهر، كان في بعض السيدات اللي اتغيرت لجانهم من مكان لمكان تاني وغير ما كانواش عارفين فين المكان طبعا اكيد. وجات لنا شكوى اكتر من حد انه مكان مش واضح، مكان اللجنه الجديده مش واضح على صفحه الموقع لانه كاتب اسم المدرسه مثلا فين لكن مش موضح شارع الألوان. كذا رقم كذا دي كانت شوي. والحقيقه احنا كنا على تواصل مباشر مع الهيئه الوطنيه غرفه العمليات الهيئه الوطنيه للانتخابات وبنحل وبنوصل على طول.
كالعادة إحنا سيدات مصر أمهاتنا متوسمين في المجلس القومي للمرأة إن إحنا يعني ممكن نساعدهم للوصول للجان. صحيح احنا ما عندناش الآلية دي، لكن احنا عندنا فريق متابعين على الأرض وفريق من المتطوعين، فكنا بنحاول نوصل على قد ما نقدر العدد الأكبر لأماكن اللجان بتاعتهم. يعني عايزة أكمل على نقطة إن المرأة موجودة، هو الوعي الزايد عندها في السنوات الأخيرة اللي الحمد لله ما بتتهاونش فيه، يعني بالعكس يمكن نسبته بتكتر، ده حضرتك شايفة أسبابه إيه؟ يعني أنا مثلا شفت رسالة من دكتور مايا مرسي بتتكلم فيه عن ضرورة مشاركة الناس كلها، عن ضرورة تشجيع المرأة الأفراد أسرتها، وأزعناها كرسالة قوية أيضا موجهة للمرأة للتوعية بدورها داخل بيتها كمان، مش بس نزولها هي بمفردها. الرسائل دي كمان أكيد واحدة من الأسباب، لكن المجموع يعني لكل الأسباب وراء وقوف المرأة بنسب متزايدة في الفترة الأخيرة رصدتوها إزاي؟ خليني أقولك إن ديت هي تراكم خبرات لدى المرأة المصرية من 2010 ونزولها وإحساسها إن هي لما تنزل هتغير، ووجودها بقى مهم، هي بقت رقم مهم جدا في كل العمليات المتعلقة المعادلة نفسها، أي سواء كانت استحقاقات انتخابية أو أي استدعاء للمرأة المصرية في وقت من الأوقات زي ما تم أكثر من مرة، وكانت بتنزل ومش بتنزل لوحدها، بتنزل ومعاها كل أسرتها. شفنا كتير من الأمهات معاهم معاهم أبنائهم نازلين، هي ما عندوش حق انتخاب، بس هي كانت حريصة وقت ما كان عندنا لسه الحبر الفسفوري إن هي تحط صباع ابنها وتخرج تتصور هي وابنها وهم ايدهم فيها. فبقى عندنا تراكم خبرات. خليني اقول برضو بتحيز شديد انه الدور اللي قام بيه المجلس القومي للمرأة على مدار الفترة المؤخرة الأخيرة اللي هي السبع سنوات الأخيرة اللي كان بيقوم بيه بالتوعية من خلال حملات طرق الأبواب، من خلال الندوات التوعية اللي كان يعني اللي بالنسبة لنا كان في نقلة فيما يتعلق بتوعية السيدات. ما كناش بطلنا نعمل ندوات ولقاءات وكده قد ما كنا بننزل نخبط على الناس على بيوت الناس ونتكلم معاهم بشكل مباشر ونحاول نقنعها وهي مقتنعه بالاساس على بدورها علشان تنزل تنزل وتصور. احنا عندنا ترند باسم المجلس القومي للمراه اسمه صوتك لمصر بكره، ودي السلوجن بتاع المجلس في كل استحقاقات انتخابيه السابقه والجايه، هيبقى عندنا صوتك لمصر بكره في كل انتخابات. عظيم. هنيجي مع حضرتك على بالظبط اللي كمان قمت بيه لدعم المرشحات، وانا شايف في ورقه قدام حضرتك فيها ارقام في كل محافظه فيها كم حد كم سيده مرشحه، هاجي على الورقه دي اكيد وشفتها، ولكن اروح للاستاذ حافظ. كان معانا الاستاذه ميرنا شلش من دقائق قليله، وهي منسق التحالف المصري الاوروبي لو انا ما كنتش غلطان يعني، وقالت انها متعاونه مع حضراتكم في المنظمه المصريه، حضراتكم كهوست او مضيف، وفي تجمع من متابعين من رومانيا ومن دول اوروبيه ومن دول كتير الحقيقه ومن افريقيا. الى اي مدى كان في تسهيل، كان في اكسسبيلتي او سهوله للوصول الى اللجان للمنظمات المتابعه لعمليه الانتخابات؟ ازاي تمكنتم من اداء دوركم؟ شوف في الحقيقه الهيئه الوطنيه منظمه جدا، يعني احنا قبل انتخابات الشورى شيوخ تم تسجيل المنظمات، اكثر من 30 منظمه سجلوا الكترونيا، بتسجل الاعضاء اللي هيراقبوا وبتستصدر البطاقات. احنا في اطار التعاون بقى في كشف كيف التعاون مستمر حتى الان. احنا كنا اتاخرنا في احنا عندنا اتفاق مع الشبكه العربيه لمراقبي الانتخابات ودول موجودين في الاردن، واتاخرنا في تسجيلهم، فروحنا من يومين قابلنا معالي المستشاره في اللجنه المستشاره ريم، ووقت مش مفتوح لتقديم طلبات، خلص الوقت كنا احنا عندنا 20 مراقب المفروض يجوا في عشان مشكله الطيران وكذا، هيجوا في الجوله الثانيه، فقالت قدموا الطلبات وقدموا الاوراق وطلبوا اوراق من التحالف ده
وقدمناها وهنخرج ان شاء الله هناخد. وبالتالي في تسهيل من الهيئه الوطنيه للمشاركه المنظمات المراقبه سواء منظمات محليه او اقليميه او دوليه. المنظمه العربيه وانا عضو مجلس امناء المنظمه العربيه، المنظمه العربيه عندنا 15 مراقب كلهم من الدول العربيه، من 15 دوله عربيه خدوا الاي دي وبيراقبوا في الانتخابات، وبالتالي مفيش اي قيد على المراقبه طالما التزمنا بالاجراءات التي نصت عليها. نقدر نقول فيك عندنا كم متابع للانتخابات من المنظمات كلها؟ كم واحد بيتابع دلوقتي على الارض؟ لا على اعداد كبيره، انت بتتكلم على مثلا انا اللي اعرفهم من المنظمات يصل لحوالي 5000 مندوب. بالمنظمه يعني. في منظمه عندها 2000، احنا ما عندناش 2000، عندنا 350 منظمه، وعندنا 750 من المنظمات شقيقة يعني موجودة في مصر وكذا. وفي أيضا منظمة عربية عندها عضويات، ماعت عندها المجلس القومي لحقوق الإنسان عنده، في المجلس القومي للمرأة عندهم. طب والأصداء إيه يا فندم؟ يعني أصداء بقى لا زي ما حضرتك اللي احنا يمكن أنا مطلعين لغاية دلوقتي 5 تقارير في اليومين دول. كل الملاحظات عندنا وعند المنظمات الأخرى بتتكلم على الآتي: حسن السير العملية الانتخابية داخل اللجان بشكل دقيق جدا، ما فيش اي قيود او اي تدخل في التصويت، الناخب بيدخل بيتشاف بطاقته بياخد الورقتين بيقف ورا الستاره بينتخب، فيش اي تاثيرات من اجهزه الدوله ومفيش اي تدخل، وده كله ملحوظ. انما الملاحظات اللي احنا بنشوفها في الخارج دي لها علاقه بثقافه الانتخابات، يعني هتظل احنا ثقافه المرشحين اللي موجوده في الحشد والتعبئه والنقل وكذا موجوده زي ما هي. لا بتحدث كمان عن المنظمات الخارجيه المتابعين؟ لا انا اعتبرك لو شفت تغطيات مثلا الهيئه العامه للسلامات لسه قاري تقريرهم دلوقتي، لا توجد الملاحظات اللي انا بقول عليها الملاحظات الجوهريه الماخوذه على انتخابات قبل كده زمان. مفيش ولا واحده عندها ملحوظه تدخل حكومي، تزوير مفضوح، تسويل اغلاق اللجان، طرد مندوبين، طرد مرشحين، كل دي كانت ملاحظات بتبقى عناوين كبيره، دلوقتي ما عندهاش هذا الكلام، انما كل الكلام الموجود زي ما احنا قلنا في تجاوز في استخدام المال السياسي. لا مش المال السياسي، ما اقصدش في الدعايه. يعني المرشح وفقا للقانون 500,000 جنيه دعايه، ولما يبقى عنده بيلبوردز على كوبري 6 اكتوبر 3 او 4 فعدت 2 مليون فهكذا. ففي حاجات ملاحظات زي دي، انا اظن اللجنه هتاخد بالها من تحقيق هذا الكلام ومتابعته، لان عندها صلاحيات كبيره جدا في متابعه. بيحصل معاه ايه يعني؟ هل في مثلا لغايه شد؟ خلاص لغايه شد، لان اللجنه دي كمان اكبر عقوبه. لا واللجنه عندها اليه، هي عندها رئيس المحكمه الابتدائيه ومعاه موظفين من اجهزه الدوله المختلفه الرقابيه يشوفوا التكاليف العمليه الانتخابيه ايه، وهل تجاوز ولا ما تجاوزش، تصل الى حد الشخص حساب بنكي يعني والحساب البنكي، لان الفلوس دي كلها تطلع من حساب بنكي طبعا. لا ما هو عشان العيني، عشان لو قال ان انا فلان الفلاني جاب لي البوربوردز دول او الفلان دي او كذا، لا كل ده بيتحسب وبيتقيم وبيتعمل في التقدير مثلا. وبالتالي ففي عندنا نظام قانوني منضبط في فكره العمليه الانتخابيه، فمفيش ملاحظه جوهريه على سلامه العمليه الانتخابيه. هذه الانتخابات نزيهه، وهذه انتخابات حره، وهذه انتخابات تعبر عن اراده الناخبين الذين ذهبوا الى صناديق الانتخاب. طلعوا بقى 20% 30% 35%، المهم انهم صادقين. هو ده التعبير عن الناخبين الموجودين داخل الصناديق. نقطه مهمه جدا، لا اضيف اليهم حد ولا تم اضافه اوراق بدون اشخاص او بدون يعني اصحابها. دول اللي نزلوا بارادتهم، دول بارادتهم. اصوات المتوافين، ما بقاش في اصوات متوافين. لا واصوات متوافين يعني حتى المستشار لاشين كان حتى بيتكلم بيقول احنا بننقي الجداول يوميا. لا وبعدين يوميا كمان لا صحيح بدليل بعض الناس بعتوا لي شكاوي انه اسمه طلع موجود، انه ليس لك حق الانتخاب لانك عندك حكم قضائي، بمعنى انه حتى تحديث البيانات فيما يخص الاشخاص المحكوم عليهم اللي هو محرومين من ممارسه الحقوق السياسيه بحكم قضائي موجوده طبعا. وبالتالي انا بتكلم على دقه في ان القوائم الناخبين متناهيه، الوصول الى معلوماتك رقم اللجنه، بس هنحتاج بقى فكره انه
العنوان يبقى اكثر تفصيلا، المدرسه مش الاسم بس ما يكتفيش بيه، يبقى تفصيلا عشان في حالات فعلا عندنا برضو سالوا ناس سالت على مش عارفه توصل لمقر اللجنه فعلا. بس واضح ان بيحصل تحرك سريع يعني. يعني على طول اللجنه بتدينا مباشره العنوان الجديد. بس انا عايزه اضيف الكلام الجميل اللي قاله استاذ حافظ، انه في نقطتين كمان مهمين. النقطه الاولانيه اللي كان في تدخل شعبي في اداره عمليه الانتخابات، النهارده كانت واضحه جدا فيما يتعلق بموضوع بتاع في مطروح، كان في مطره جديده والناس ما كانتش عارفه توصل لانه في تجمعات مياه على الارض، فبداوا الناس يتحركوا عشان يحطوا طوب وحاجات كده عشان الناخبين يعرفوا يوصلوا. وعلى كده علشان كده نحب دايما اشير لفكره انه التندة اللي كانت بتتعمل حاليا او اللي بتتعمل حاليا قدام اللجان عندها دورين مهمين جدا، انها يعني بتحميهم طبعاً من الشمس والمطرة وكمان بتسهل قوي عملية وقوف الناس امام اللجان، لانها بتجبر كل الناخبين ان هم يخشوا في طابور مع بعض بغير بدون ما يتكدسوا مع على المكان. دي كانت نقطة مهمة جدا، ودي واحدة من المتابعات اللي جات لنا، انه الناس بتتحرك شعبيا لإدارة العملية الانتخابية بدون ما يكون في يعني توجيه من اي مكان. عن مشاهد انسانية كتيرة الحقيقة، يعني رصدنا حاجات كويسة جدا بتعبر عن مجتمعنا حقيقي وعن معدن المجتمع المصري بجد. عايز اعرف انتوا بتستعدوا ازاي، يعني علشان لما نتكلم عن نزول المرأة والفتيات، على فكرة هو يعني ممكن نلاقي كمان في متابعتنا امبارح مش فاكرة حيف أي محافظة كان في بنات يعني بتستعد واخدة دورها ولابسة الكمامة وكله تمام، عايزة تقول برضو رأيها، بتستعدوا حضراتكم ازاي كمجلس قومي للمرأة علشان يعني الناس يبقى عندها الحالة دي؟ افتكر ان احنا في الفترة الاخيرة دي على مدار الكم شهر الاخيرة دي احنا كنا يعني متواجدين دايما على الارض مع الناس. احنا كان عندنا انتخابات شيوخ، ومن قبل انتخابات الشيوخ كنا بنأهل السيدات ان احنا هيبقى عندنا انتخابين ورا بعض، ومحتاجين انه الناس تبقى ما تزهقش، ما يقولش لا انا نزلت خلاص مرة كده. فكنا ده من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنحفز الستات انها احنا في ربما ما تكونش يعني واضحه في الاذهان بالذات في الفئات الفقيره، ايه موضوع ان احنا بنعمل استكمال للمؤسسات النيابيه في مصر. أيوة. بس وده اللي كان بيتقال لنا، طب هو ليه شيوخ بتعملوا ليه انتخابات شيوخ، احنا عاوز يعني كفايه هو مره ننزل وكده. فلما بتقعدي تتكلمي معاها بنفس اللغه اللي هي بتفهمها وتشرحي لها يعني الكيان بتاع الدوله المصريه، المراكز الانتخابية، المؤسسات النيابية، هي بتبدأ تفهم. ربما تكون هي كمان متوقعة ان احنا يكون عندنا انتخابات محليات قريبا، لانها بتحس انه ده الاكثر اهميه عندها قربا. أيوة. وحل المشكلات الخاصه بيها، وده يعني بيتهيألي ان شاء الله بقى يبقى عندنا انتخابات محليات قريب، لانه في حاجه ليها لانها هتخفف العبء زي ما احنا عارفين عن اعضاء مجلس النواب. نروح للورق الارقام. الارقام انا عايز اعرف مشغول يعني عمرو بالمرشحين معرفش ليه يعني بيركزوا معانا. انا كمان عماله بذاكر لما نوصل لاي مكان. اصل الارقام يعني كل محافظه قدامها الرقم بتاعها. فارجو حضرتك تقول لنا كده ابرز الارقام. طبعا احنا يعني من سخونه الموقع الانتخابي الموقع الانتخابيه انه في عدد كبير من السيدات نازلين. احنا بنتكلم على 347 مرشحه على المرحلتين. 347 منهم 303 مستقل، فردي مستقل. 303 فردي على مستوى مرشحات مستقل. انا بتكلم على الفردي دلوقتي. 303 من اصل 347 هم النسبه الاكبر خلاص، يعني داخله نقدر نقول كده ايه بدراعها. ايوه دي وعلى فكره في منهم بينزلوا لاول مره، في منهم نائبات سابقات، ومنهم يعني عندهم سيدات عندهم خبره في انتخابيه ربما ما توفقوش قبل كده، وفي نفس الوقت بيبقى ليهم زي كده ما بنقول الظهر والسند من المحيطين من المكان اللي هم فيه، هم ليهم علاقه بشكل مباشر مع اهل المكان. ده حقيقي. طيب على الرقم على الوجهه الاخرى كان المرشحات فيهم 47 مرشحه فردي
على مرشحة حزبية. يعني الأحزاب رشحت بس 47 على المقاعد الفردية. ده رقم مش كبير. لا يعني مش كبير. ترشح 47 امرأة الأحزاب ترشحهم على المقاعد الفردية، رقم قليل، في حين نلاقي 304 حضرتك بتقولي نازلة مستقل. نازلة مستقل. بالزبط. فده رقم له دلالة جداً كبيرة جداً جداً. يعني المرأة تؤمن بنفسها يمكن أكتر معظم الأحزاب ما بتؤمن بالمرأة. يعني أنا في وقت ما كانوا في انتقاء للمرشحات على القوائم شوية وعلى الفردي شوية، كان في استياء من بعض السيدات اللي هن شايفين إن هم أقدر ليبقوا على القائمة أو يبقوا مرشحات حزبية. ولكن ده بترجع للأحزاب ربما يكون هي بتبقى أكتر احتياجاً، لأنه أكيد أنه خبرة المرأة فيما يتعلق بالانتخابات ما تبقاش زي خبرة المرشحين من الرجال، احتكاكهم أكتر، فهما الحزب مش عايز يعني يحط نفسه في موقع ممكن يخسر أكبر فيها. محافظة نزل فيها أو مترشح فيها سيدات على مستوى الانتخابات المرحلتين، هي أكبر محافظة هي محافظة القاهرة، في 60 مرشحة في محافظة القاهرة، بتيجي بعدها الجيزة 42 مرشحة، وبعد كده اسكندرية 32، أسيوط 13. عندنا في الانتخابات في المرحلة الأولانية عندنا تقريبا 150 أو 149 مرشحة في المرحلة الأولى. على مستوى النسبة هتلاقي مثلا محافظة بورسعيد أكبر من حيث النسبة، تقارب مش في العدد، تلاقي السيدات هم 18% من مجموع المرشحين، ودي برضو تخلي نبص، لأنه محافظة بورسعيد من المحافظات الساخنة فيما يتعلق بالانتخابات ومرشحات، وعندها نائبات قويات شفناهم وشفنا أدائهم خلال الدورة البرلمانية اللي فاتت. اسكندرية فيها 14.8، ده مجموع الناخبات المرشحات من السيدات على فكرة. يعني بورسعيد المركز الأول كنسبة وتناسب. نسبة وتناسب. لكن في حيث العدد هتلاقي القاهرة هتيجي بعدها اسكندرية. حاجة تفرح بصراحة الأرقام اللي حضرتك بتقوليها دي. رأيك إيه يا أستاذ حافظ؟ لا طبعاً. في القراية دي تعديل الدستور. تعديل الدستور شجع المرأة، لأن في 25% من البرلمان للنساء، وبالتالي عندهم 149 تقريبا مقعد، 143 مين من الاجمالي المقاعد ال 20% من اجمالي مقاعد البرلمان. 25% من 25% 280 سيد. كم؟ 280 مرشح. لا لا بتكلم على المقاعد المحجوزة من البرلمان. 25% 21 و21 و100 فده رقم كبير، وبالتالي 142، فده رقم كبير يعني، وبالتالي التنافس عليه مش سهل. مش سهل، وبالذات انه القوائم خدت عدد، والفرد كمان هيبقى فيه عدد، هينجح في الفرد ان شاء الله. فانا اعتقد ده هيبقى اولا، ده هيحتاج ان احنا بعد كده في تعديل قانون الاحزاب، ان انا لابد من شرط في القانون الاحزاب ان تتولى في الهيئات العليا في الحزب عدد لا يقل عن 25% النساء، عشان انا عشان يبقى عندي تدريب موجود. أيوة طبعا. داخل ايضا في المجالس المحليه هيبقى عندي نفس النسبه. وفي الهيئات العليا انما الاحزاب ترشح 47 انما الاحزاب ترشح او تدفع ب 47 امراه، فاعتقد ده رقم قليل جدا. خليني اقول لحضرتك ده قليل، بس لانه القوائم مغطيه شويه. مغطيه وبالذات القوائم حزبيه. ولكن لو تحافظ لما تيجي تلاقي هتلاقي في 340 سيده قالت لا خلاص انا هنزل بعيد عن الحزب، هنزل بنفسي. ما هو دي ميزه الكوتا، اللي هي انه في مقاعد محجوزه للمراه، وبالتالي دي تشجع كبير، وبالتالي انت عندك ملحوظتين. الملحوظه الاولى عدد كتير من النساء صغيرات السن. ده نزلوا في الانتخابات، ودي برضو حاجه مشجعه جدا انك تشوف اجيال جديده بتخش عمليه انتخابيه وتخوض العمليه الانتخابيه. النقطه الثانيه ان القوائم بتشجع الدخول في الانتخابات، لانه مش طالبه قوي النزول للشارع وحشد الناس في الشارع وكذا. الحزب عنده حمله اعلاميه، او الاحزاب عندها تحالف الاحزاب. المره دي احنا عندنا 12 حزب في قائمه واحده، ففي
تحالف حزبي بيوفر جزء من الجهد اللي ممكن يبذل في حشد الناس وطرق الأبواب والوصول إلى الأحياء والشوارع والأضيقة لحشد الناس للتصويت، وده قلل تكلفة العمل السياسي بالنسبة للمرأة بشكل كبير. الحاجة الثالثة في الحقيقة النقطة المهمة دي إنه إحنا في المؤشرات هنرفع مستوى مصر من دولة في حاجة 40 تقريبا في المية، يعني إحنا ترتبنا حاجة 40 دلوقتي في الدول التي تمثل المرأة تمكن المرأة في المجالس المنتخبة. دلوقتي هنطلع في العشرين في بعد ما كنا فين في 1143 في الآخر كنا تحت خالص، بعدنا ثلاث أربع دول بس. كنا في ذيل قائمة الدول يعني مساحتنا تبقى أكبر على الخريطة. إحنا نقبل في العشرين الأوائل في العشرين الأوائل اللي عندهم نسبة كبيرة جدا من تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. كده البرلمان القادم كده واضح إن ما يقرب من ثلث البرلمان نساء. يعني إذا بسيطة إذا النسبة زادت 5% كمان هتبقى. عندنا تجربة من البرلمان اللي فات لما نزلوا عدد سيدات على المقاعد الفردية وبدراعهم كسبوا. أستاذة إزيس، فكرة الأجيال الصغيرة ده حقيقي يعني بجد، وأنا فعلا انتبهت وأستاذ حافظ بيتكلم ان ده يعني اتكلمنا فيه قبل كده لما شفنا الدعاية الانتخابية، لما شفناهم وهم بقى بيتكلموا عن نفسهم. يعني المعركة دي برضو معركة دايما معروفة انها يعني مش سهلة، ايه سر ان هم يخوضوا؟ يعني خليني اقول لك انه بجد هي المره دي هي انتخابات مميزه بكل السبل. يعني وانا جايه في الطريق وبتفرج على البانرات اللي فيها، شايفه بانرات لاول مره مثلا مرشحه بتنزل لوحدها وهي في قائمه مثلا في بانر لوحدها في بالكامل. صح، ايوه وفي اسكندريه شفت ده، يعني ده فعلا يافطها كبيره. دي برضو دي حاجه مثيره ومثيره للاعجاب. يعني خليني اقول لحضرتك ان الظهور الدائم للمرشحات والمرشحات الشابات تحديدا، الدور الكبير اللي بتقوم بيه تنسيقيه الاحزاب والشباب والسياسيين، الدور حماسه المراه انها تنزل وتاخد موقع وتحارب وبدراعها عشان توصل، دي برضو دي كلها نقله نوعيه في حركه المراه في المجال المشاركه السياسيه وتحديدا في انتخابات النواب اللي احنا شايفينها دايما اصعب انتخابات في مصر. هي اكتر انتخابات بنشوفها وبيبقى فيها يعني دايما دي الصوره الذهنيه عنها عن انتخابات مجلس النواب، زخم كبير في عدد كبير من المرشحين موجودين، انه تطلع منهم عدد كبير من السيدات وتشوفي صورهم والناس تشاور عليهم. عايزه اقول لحضرتك يعني كانوا دايما يقولوا ايه، ليه المراه ما بتصوتش للمراه؟ ودي كانت بتزعجنا جدا. يعني احنا بنشوف عدد كبير جدا من الستات بينزلوا يقفوا قدام اللجان الانتخابيه وفي الاخر الاصوات بتروح للرجال، وانا شايفه انه ده مش حقيقي، لانه العدد الكبير اللي نزلوا المره اللي فاتت على المقاعد الفرديه بدون القايمه ونجحوا بدراعهم، ما نجحوش بصوت الرجال فقط، ولكن نجحوا بصوت الستات والرجال. فيعني دي هي ربما تحتاج هي يعني دراسه احصائيه، الداتا مش واضحه، ولكن في النهايه هم التصويت كمان المره دي بقى التصويت على اساس النوع، لانه شفنا كتير من الخبرات السابقه للمرشحات وكتير من اللي هينزلوا استاذ حافظ كمان عشان يحطوا اصواتهم للقائمه علشان سيدات موجودين. يعني واضح علني على الهواء. لا بس هو تاريخيا انت تاريخيا المراه لم تمثل، يعني احنا بدانا من 56، بدانا من يعني الثوره 23 يوليو مع جمال عبد الناصر وتعيين حكمة ابو زيد وزيره. وكانت يعني بدايه وراوي عطيه وراوي عطيه صح ونوال عامر، انت بتتكلم على عدد يعني نفتكرهم فايده كامل، نوال عامر راوي عطيه يعني عدد محدود. انما في الحقيقه يعني فضل المشرع المصري متردد، مره ندي كوتا ومره نرجع عن الكوتا، ناخد الكوتا وبعد ما نرجع من الكوتا يبقى 4-5، يعني ناخد 30 صح. ثم نرجع من غير كوتا نرجع ل 4-5 يبقى ما عملناش حاجه. المره دي في الحقيقه اتمنى ان احنا اولا نرفع، انا مش عايز اقول بقى، انا بقول لك المفروض ان في الانتخابات الطبيعيه تجيب مناصفه، يعني تعكس المجتمع داخل البرلمان زي ما
في 49% و51%، تبقى 49% و51%. لكن مش عايزها بكوتا، عايزها بان انا احفز الاحزاب السياسيه انها يبقى فيها قيادات سياسيه نسائيه وموجوده في المستويات العليا وفي كل المستويات، ثم ندخل من المحليات. أيوة. المحليات هي الاعداد الحقيقي للكادر السياسي. وبالتالي كل ما يعني عشان كده قانون الاداره المحليه ان احنا ننجزه في الدوره البرلمانيه القادمه دي مهم جدا، وتشجيع اكبر عدد ممكن من النساء للدخول في المحليات عشان يقدروا يلعبوا مش بس النساء والشباب. يعني والشباب والشباب طبعا برضو في لا ما هو ده اللي حاصل دلوقتي. انت عندك النهارده البرلمان ده فيه نسبه شباب وفتيات في سن صغيره، بالذات انك نزلت بالسن. خد بالك برضو المشاريع ال 25 سنه نزل بالسن ال 25 سنه و 35 سنه في الشيوخ، فبقى عندك داخل المجلسين مستويات نسبه اعلى من احنا امه شابه، وبالتالي لازم تبقى كل مؤسساتنا نسبه عدد السكان فعلا في مصر الاعلى للشباب. وده انعكس في الطوابير النهارده وامبارح. أيوة. يعني بدأ الطوابير النهارده وامبارح نشوف شباب، لان في زمايلهم واصحابهم من ملاحظاتنا كمان في الجيزه، وحضرتك عارف انه الانتخابات في الجيزه دايما سخنه، دايره العجوزه من اسخن الدوائر، وشفنا عدد كبير جدا من الشباب والشابات واقفين قدام اللجان، ودي كانت حاجه تفرح الحقيقه ان هم كمان شايفين انه يعني في شباب نازلين في شباب نازلين في الدايره، عارف اللي هينزل النهارده ممكن بكره يفكر انه يبقى مرشح في وقت من الاوقات، بيدير العمليه، بيدي صوته، ممكن جدا ان هو ده دور الاحزاب الحقيقه، ان هي دايما تستقطب كل هؤلاء الشباب والشابات علشان يبقوا كوادر داخل الحزب. وزي ما حضرتك قلت كده، احنا عايزينهم يبقوا موجودين في الهيئات العليا، الهيئات العليا يعني دايما بيبقوا، ولازم القانون يتضمن تحفيز يعني ده. الحزب اللي هيقدم النساء في مستوياته العليا ياخد دعم اكتر. يعني دي نقط على فكره مطلوبة. ده في فرنسا، انا عايز اقول لحضرتك ان احنا سنوات وسنوات كنا بنطالب بيحفز الاحزاب ان تتولى النساء قياداته او تبقى اعضاء في المجالس العليا فيه. النقطه الثانيه، انا عندي 53,000 عضو هيبقى في المجالس المحليه. أيوة. اذا ما زادش العدد بقى 55,000. 55,000 لو انا هدخل فيهم شباب، انا بتكلم على 15,000 او 20,000 من الشباب سواء رجال او نساء، ده رقم كبير جدا اقدر ادرب فيه. عشان انا عندي الوقت المجلسين يعملوا حوالي 1000 عضو، انا في الانتخابات اللي جايه يبقى عندي كوادر تقدر تخوض المعركه الانتخابيه سواء رجال او نساء او شباب وشابات او شباب. وتعزيز دور المراه مهم جدا، ومساهمتها في المجتمع مهمه جدا، ومساهمتها في كل المجالس المنتخبه مهمه جدا. يخدم كل القضايا على فكره، مش بس قضايا المراه زي مش دايما مش بتقال. مش ضد الرجاله بس، هي يعني اقصد اقول انك تعبر عن اراده المجتمع بكل فئات. افتكر ده هيكون انعكاس كبير على الاجنده البرلمانيه الجايه، انه هيبقى في اولويه اعلى للقضايا الاجتماعيه اللي هتتناول كمان. واحنا في حاجه الملفات دي انها تكون موجوده خلاص على مائده مجلس النواب، يعني محتاجين المواطن المصري يبقى شايف نفسه دايما في اداء البرلماني اللي هو رشحه واداله صوته. وده اتجاه حتى في القانون الدولي على فكره لحقوق الانسان، عندك تمكين المراه ده ترند موجود في وبتقاس بيه مدى تقدم المجتمعات. واحنا في الحقيقه خسرنا واحنا كسرنا التابوهات. انت عينتي محافظه، عينتي 8 وزيرات، عينتي يعني لا يعني في مجالس محليه دلوقتي، رئيسه وحده محليه، رئيسه مدينه، رئيسه قريه. عايزين نتوسع في ده، يعني كمان ندي مساحات اكبر للمراه ونمكن اكبر للنساء عشان يبقى احنا امه متحضره. شكرا زي ما شكرا استاذ حافظ. شكرا لحضرتك استاذ حافظ ابو سعد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا استاذه ايزيس محمود مدير عام التدريب والتوعيه بالمجلس القومي للمراه. شكرا جزيلا لوجودكم معي. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونستاذنكم نخرج لفاصل ومستمرين معكم بعد الفاصل، خليكم معنا. بين الرقابة والتشريع تأتي مهام نائب الشعب وتغدو طيلة فترة الدورة البرلمانية بفصولها التشريعية، فسلطة التشريع هي أحد أهم اختصاصات مجلس النواب المذكورة في المادة رقم 101 من مواد الدستور، كما أن المادة 122 من الدستور نصت على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اقتراح القوانين، إلا أن تلك الاقتراحات
لا تحال إلى اللجان النوعية إلا بموافقة اللجنة المختصة بالمقترحات وبموافقة المجلس. كما نصت تلك المادة أيضاً على إحالة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقارير وعرضها على المجلس. وبالعودة إلى المادة 101 من الدستور، نجدها تشير إلى إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والموازنة العامة للدولة باعتبارها واحدة من اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب. المادة ذاتها أكدت أيضاً على أن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية هي أحد أهم اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب، علاوة على عدد من الصلاحيات والاختصاصات الأخرى ككسب الثقة من الوزراء أو الحكومة وترشيح رئيس الجمهورية وتعديل الدستور والموافقة على إعلان حالتي الحرب والطوارئ حسب الضوابط المنظمة لكل صلاحية من تلك الصلاحيات والاختصاصات المختلفة حسب ما ورد في مواد الدستور المصرية. من مصر، ياسمين جبريل.